فيما يخص النقطة الأولى ديال التغطية الصحية بتعميمها على جميع المغاربة وجميع المواطنين ابتداء من يناير 2021. إذن هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية التعويضات العائلية، غادي نتحدث لكم يعني بصفة عامة ومن بعد يمكننا نرجعوا للتأمين الإجباري. فيما يخص التعويضات العائلية، كما كتعرفوا عندنا واحد العدد ديال البرامج كنتحدث عليها سيدنا في واحد الخطاب ديال 2018، تيقول بأنه كاين بزاف ديال البرامج ويعني داك الشيء خصو يتجمع باش يكون عنده واحد النوع من الانسجام. وهذه مناسبة باش هذوك البرامج الأخرى اللي كيتسماو تيسير وكيتسماو يعني دعم وعندهم واحد العدد ديال الاسميات وما تيهموش المغاربة كاملين، تيهموا فئات. حنايا بغينا نعوضوا هذا الشيء كله بتعويض عائلي يكون موحد لجميع المغاربة على حسب العدد ديال الأفراد والسن ديالهم، واللي غادي يكون يعني كيستافدوا منه جميع المغاربة بنفس المعايير. والنقطة الثالثة هي كل ما يتعلق يخص التقاعد. التقاعد اللي عندنا فئات عريضه من المغاربه اللي ما عندهمش يعني ما كيستافدوش من التقاعد وما منخرطين حتى في اي نظام. واخيرا الفقدان، تعويض عن فقدان الشغل. هاد اربعه ديال المحاور هما اللي كاينين اليوم، كاينين اليوم في نظام الضمان الاجتماعي، في صندوق الضمان الاجتماعي ملي تيكون الانخراط ديال الاجير او في صندوق الضمان الاجتماعي تيكون عنده التغطيه الصحيه الاجباريه، وكتكون عنده التعويضات العائليه ديال 300 درهم لكل طفل، وتتكون عنده التقاعد ديالو في يعني بالقواعد اللي كتعرفوا، وعنده لي بي او تعويض عن فقدان الشغل. هاد اربعه ديال الانظمه كلها بغيناها تدريجيا تعمم على جميع المغاربه في اطار رؤيه شموليه. باش غنبداو، قلنا غادي نبداو اولا في الخطاب ديال صاحب الجلاله، جا يطلب من الحكومه باش دير برنامج زمني واطار قانوني وخيارات لتمويل في لاعداد هذا المشروع، ولكن ابتداء من على 5 سنوات، ولكن ابتداء من 2021. اذا في يناير 2021 بغينا نبداو بتعميم التغطيه الصحيه لجميع المغاربة. وكما كتعرفوا عندنا تقريبا ثلث ديال المغاربة اللي عندهم واحد التغطية صحية منظمة، والثلث ديال المغاربة تقريبا في رماد، والثلث ديال المغاربة ما عندهم والو، لي نون سالاري ولي زانديبوندون إلى آخره، هادو كلهم أولا التجار إلى كلهم هادو ما عندهمش يعني تغطية صحية، وإلا ما عدا اللي يعني عندهم انخراط خاص في مع بعض شركات التأمين. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.